طابت اوقاتكم مشاهدي الكرام، اهلا بكم في صوت اليمن. الكل يعرف حجم المعاناة التي يعيشها الشعب، ارتفاع مستويات التضخم وازمات السلع الغذائية، ونشاهد كيف تتاجر الميليشيا في كل شيء، كيف تفرض الاتاوات على كل شيء. اضف الى ذلك ان استمرار هذه الميليشيات في فتح جبهات لتطويل امد الحرب هو الامر الذي يضرب اقتصاد البلد ويزيد معدلات الفقر. الفقر ساد بشكل يفوق التصور، حتى صار الهم الذي يشغل بال الجميع ويقض مضاجع الجميع. للأسف وفقا للأرقام والدراسات التي استند عليها خبراء في الأمم المتحدة وصدر بها تقرير مطول، فإن اليمن لن يتعافى من الفقر إلا بإحلال جيل بأكمله أو نفوق هذه الميليشيات وما خلفها. تقرير صادم، لكن هذا هو الواقع للأسف. تقديرات الأمم المتحدة التي وردت في التقرير تقول أن خسائر اليمن الاقتصادية جراء الحرب الدائرة منذ نحو 7 سنوات تصل إلى 126 مليار دولار، وأن هذه الحرب جعلت اليمن من أفقر البلدان في العالم في الوقت الراهن. تقرير المعنون بأثر النزاع في اليمن مسارات التعافي الصادر على البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة قال أن الاقتصاد اليمني لن يتعافى إلا إذا توقفت الحرب، وحينئذ يمكن أن يتغلب على ما يعانيه خلال جيل واحد فقط، أي بحلول 2047. تقرير أشار إلى أن نحو 15.6 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر المدقع، مؤكدا أن الحرب منذ منتصف مارس 2015 سببت مزيد من الويلات في إزهاق الأرواح وضيق سبل العيش وتمزيق النسيج الاجتماعي ورمى بالملايين إلى حافة المجاعة. وفقا للتقرير فإن استمرار الحرب حتى 2030 من شأنه إزهاق حياة نحو 1,300,000 نسمة من سكان اليمن، كاشفا أن الغالبية العظمى من الوفيات لن تكون بسبب القتال المباشر وإنما مترتبة على آثاره غير المباشرة، منها ضيق العيش، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة. لفت التقرير إلى 60% أو إلى أن 60% من الوفيات في اليمن منذ نشوب الحرب كانت نتاج تلك العوامل غير المباشرة، مع احتمال ارتفاعها إلى نحو 75% بحلول عام 2030 إذا لم تتوقف الحرب في اليمن. تقرير موجع وما به من تفاصيل جددت الآلام ووضعتنا وجها لوجه مع أرقام تقول لنا أن الفقر مستمر معنا لفترة طويلة وما علينا إلا أن نعتاد عليه، وأن عدم تدارك الأمر معناه أن تطول المدة لسنوات لا يعلم عددها غير الله. تابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. إنسانية مزعومة تستحضرها مؤسسات الأمم المتحدة واللاعبون الدوليون في القضية اليمنية حال رغبتهم لتوظيفها لتنفيذ أجندات معينة أو الحيلولة دون حدوث أي تغيير على الأرض، بما يتقاطع مع تلك السيناريوهات المرسومة سلفا للأوضاع في اليمن. شواهد عدة تؤكد أن الأمم المتحدة والفاعلين الدوليين يكيلون بمكيالين فيما يخص الوضع الإنساني في اليمن، فحين كانت القوات المشتركة على وشك السيطرة على ميناء الحديدة تداعت بعض القوى الدولية للتنديد والتذكير بالمخاطر الإنسانية لهذه السيطرة، وهو الموقف الذي غاب في أحداث أخرى وتطورات في الشأن اليمني، أهمها اقتحام الحوثيين للعاصمة صنعاء وحصارهم لمناطق حجور وجرائم الإبادة في البيضاء وحصار العبدية وقصف الجوبة وتهجير ملايين اليمنيين قسريا من منازلهم إلى المجهول. اعتدى الحوثيون على 3 مديريات في البيضاء ومثلها في شبوة وهجروا أهاليها قبل أن يحاصروا مديرية العبدية بأكملها ويمنعوا دخول الغذاء والدواء لأهاليها لأكثر من شهر كامل، وقصفوا قراها ونفذوا جرائم حرب بأبنائها. كل هذا والأمم المتحدة تغض طرف، حتى أنجزت الميليشيات المهمة ليصل بعدها منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن ديفيد جيرسلي مع وفد حوثي إلى العبدية للوقوف على أطلال وبقايا ركام منازل المواطنين المدمرة بالقصف الحوثي.
جرائم وانتهاكات حوثية متصاعدة بحق مختلف شرائح المجتمع موثقة بشهائد ودلالات دامغة، إلا أنها لا تساوي أي وزن في معايير الأمم المتحدة عند التعامل مع الحالة اليمنية، وهي التي حولت ملايين الشعب إلى مجرد سلعة للمتاجرة بقضاياهم الإنسانية والتهويل مخاطرها لجمع التبرعات والأموال في مؤتمرات للمانحين، ومن ثم إنفاقها على بعثاتها ومنظمتها وتجار الحروب، فيما لا يصل إلى المستفيد الحقيقي سوى الفتات. أهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام، ويسرني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان وليد الأبار. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. بداية، هل التقرير منطقي أم فيه نوع من المبالغة؟ لأنه تعودنا في بعض الأحيان أنه هناك جهات تصدر التقارير لأسباب تتعلق بتلقي منح تستفيد منها المنظمات ولا يستفيد منها اليمن كما هو حاصل. أولا أود الإشارة إلى أن هذا التقرير صادر عن الأمم المتحدة بدرجة رئيسية على مؤسسة دولية. لا شك أن الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة لديها الأدوات الفنية والمعرفية والإدارية اللازمة لدراسة الظواهر والبلدان بشكل دقيق، لكن طبيعة المنهجية التي يعتمد عليها التقرير هي تقوم على التصورات المستقبلية بدرجة رئيسية. وفي بلد مثل اليمن في الوقت الراهن مفكك ومجزأ، وهناك ضعف ما يتعلق في المؤسسات البحثية وصعوبة عمل مسوحات ميدانية دقيقة، جعل التقرير يعتمد على المعلومات الكمية، ومن خلالها استطاع الباحثين الرئيسيين في هذا التقرير بناء تصوراتهم فيما يتعلق في بواقع التنمية في اليمن والمجالات الأخرى التي تطرق إليها. لكن في مجمل الأحوال الكثير من الأرقام التي أوردها التقرير أوردها هي نفس متشابهة من الأرقام التي أوردتها المنظمات الدولية المتخصصة، على سبيل المثال ما يتعلق ب الدخل القومي والخسائر هي قريبة جدا من التقارير التي يصدرها البنك الدولي وأيضا بعض المنظمات الدولية المتخصصة. بالمجمل حقيقة التقرير للمرة الأولى الملفت في النظر فيما يتعلق بالتقرير بأنه أشار بأنه يجب التنبه إلى المساعدات التنموية التي يمكن من خلالها مساعدة المؤسسات الخدمية على التعافي، وهذا ملفت للنظر لأننا منذ سنوات ونحن نطالب الأمم المتحدة بإعادة النظر في طريقة إدارة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، كون هذه الخطط تركز بدرجة رئيسية على المساعدة الطارئة. كنا طيب، هذا التحول في تفكير الأمم المتحدة بشأن إدارة المساعدات والمنح الإغاثية، لكن ما الذي يعنيه أننا خلال جيل كامل سنعاني من الفقر أو سنعيش الفقر وسنحتاج إلى إحلال جيل حتى نتخلص من الفقر؟ أولا دعني أشير إلى أن طبيعة الباحثين المتخصصين حينما يقوموا بدراسة عن بلدان معينة، هو أول مؤشر يلجأ إليه الباحثين هو ما طبيعة هذه الدولة. نحن في اليمن على سبيل المثال نتلقى المساعدات الإنسانية منذ العام 2010، بمعنى كنا دولة شبه فاشلة ثم تحولنا إلى دولة فاشلة. في الوقت الراهن أعتقد أنه لا يوجد مصطلح في الأدبيات السياسية لما بعد ما دون الدولة الفاشلة بتعريفها الأكثر شيوعا، وهي الدولة العاجزة عن 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 عن, عن تقديم الخدمات لمواطنيها. نحن الآن في الحقيقة شبه دولة مفككة. الميليشيات بالفعل يعني بعد أن استطاعت اجتياح العاصمة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة والاحتياط النقدي وتشن حرب شبه يومية على مختلف فئات المجتمع اليمني، وبالتالي نحن الآن في ظل حرب، في ظل دولة ضعيفة ومفككة، وبالتالي لابد أن يقترب مع الحرب وضعف المؤسسات تفكيكها، لابد ما ينهار الاقتصاد، تهاجر الأدمغة، يهاجر رأس المال الوطني، تتوقف الاستثمارات، تتدمر البنية التحتية، المصادر التي يتم جمعها من المواطنين مثل الضرائب والجمارك وبقية الموارد الوطنية من المؤسسات الوطنية للدخل
تذهب لمصلحة الحرب ولا تذهب لمصلحة المواطنين داخل مناطق سيطرة الحوثيين باعتبار أنهم الأكثر جهة حقيقة تحصل الموارد بالتحديد الضريبية والجمركية وبقية الموارد بالإضافة إلى الإتاوات، السوق السوداء، سوق المساعدة الإنسانية، سوق النفط إلى آخره. كل هذه الأموال تذهب في مصلحة الحوثيين لإثراء طبقة معينة، هم طبقة الأسر الهاشمية حقيقة، الحوثي والأسر التي تعتبر أن أو تدعي التميز العرقي والأفضلية. في الوقت الراهن في الحقيقة من الصعب أن نحكم بدرجة رئيسية كم إجمالي عدد، على سبيل المثال الذي تطرق له التقرير، كم إجمالي الرأس المال الوطني الذي هاجر إلى الخارج، لا يوجد هناك إحصائية داخلية دقيقة يعني في هذا الجانب. هناك إحصائيات تقريبية تقول أنه يقترب من الخسائر التي مني بها الاقتصاد اليمني أكثر من 100 مليار دولار ما تم تسريب أو تسرب إلى الخارج خلال فترة الحرب. صحيح، وبالتالي اليمن الآن ربما يزداد الوضع سوءا. يعني هذا التقرير إن صح التعبير هو حتى لو لم يأخذ طابع الإدانة هو في حقيقته إدانة لما حدث. أنا صراحة لا أجد أنه في تبريراته يعني أكثر من مما هو حاصل. يعني الطبيعي أنه استمرار الحرب سيزيد من التدهور، وبالتالي أنا لم أجد فيه جديدا سوى تلك الإشارات التي تتحدث فيها عن أنه 60% من الوفيات كانت ناتجة أو ستكون ناتجة عن الآثار غير المباشرة للحرب، يعني ليس بالرصاص مثلا أو بالقصف أو كذا، لكن ستكون ناتجة مثلا عن الفقر وعن الجوع وعن سوء التغذية وإلى آخر ذلك. يعني صحيح، نحن في اليمن لدينا إشكالية فيما يتعلق بالأوبئة، على سبيل المثال الكورونا، الكوليرا، الدفتيريا، البولهارسية، الملاريا في المناطق حمى الضنك إلى آخره، كان هناك وفيات كبيرة. حتى الطرقات أيضا تلتهم الأرواح في اليمن. الآن الحوثي خلال 3 أيام فجر 6 جسور في الساحل الغربي و9 عبارات. بالضبط، كل هذه يزيد كل هذه ليحمي نفسه أو يحتمي من الحروب الدائرة القادمة من الساحل الغربي. بالضبط، حصار تعز، رجوع الناس لطرق فرعية، الشاحنات الكبيرة، الباصات النقل الكبيرة، كل هذا يؤدي إلى المشكلة. تكلفة مضاعفة يتحملها المواطن. بالضبط، الملفت في جوهر الموضوع في اليمن والتنمية والخسائر الاقتصادية التي بني بها اليمن خلال سنوات الحرب والمستقبل المعتم حقيقة فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي، الواقع الإنساني، وواقع مستقبل الدولة والسلام الاجتماعي، في التقرير أنه ذكر نقطة مهمة جدا ومحورية، ومن الصعب إقامة تنمية في اليمن بدون وجود عقد اجتماعي. هذه المفردة هي مفردة دقيقة وحاسمة، وهذا كما كنت أود أن أوضح بأنه هو إدانة. الواقع الذي نحن فيها اليوم، واقع ما وصلنا إليها اليوم، ما وصل إليها البلد، هو ناتج عن انقلاب الحوثيين في العام 2014. نعم. هذا الانقلاب الذي عطل مؤسسات الدولة، كنا على قاب قوسين أو أدنى من بناء دستور جديد وطرحه للاستفتاء عليه. كان بإمكان المواطنين أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ليختاروا من يمثلهم في السلطات النيابية والمحلية وأيضا في رئاسة الجمهورية. وكان بالإمكان أيضا أن تسخر كل الموارد الوطنية لتطوير البنى التحتية، لجلب المستثمرين، لتطوير الاقتصاد الوطني، لتعزيز الصادرات. لكن للأسف الشديد ما حدث كان العكس تماما. العكس، الآن نحن في حرب تقريبا تدخل عامها 8 ولا يوجد هناك أي أفق سياسي. هذه الميليشيات تركت اليمنيين أمام خيار وحيد فقط لا سوى، هو إما أن تقبلوا بنا حكاما لكم بدون إلى الأبد أو تستمر الحرب. هذا هو الخيار الذي طرح الحوثيين فيها اليمن، ومع استمرار الحرب لابد أن كل المقاومات الاقتصادية تذهب في مصلحة هذه الحرب ولا تعود بالنفع على الواقع الاقتصادي. فضلا عن تهريب العملات الصعبة والاحتياط النقدي من العملات الصعبة إلى خارج البلد خلال الفترة الماضية، تبديد 4.5 مليار دولار بأقل من سنة، يعني عمليات المضاربة بالنفط وافتتاح أسواق سوداء كل يوم وفي كل مكان، مع أن النفط متوفر يعني، لكن عندما تصل شاحنة جديدة يضطرون أنهم يخرجوا المخزون.
كل هذه تدر أموال، وبالتالي فتحوا شركات صرافة لسحب العملات الصعبة وتكديسها إما في الداخل أو في الخارج. هناك عمليات تهريب يعني تتم عبر الطيران وعبر طائرات الأمم المتحدة. يعني اليوم هناك أخبار مؤكدة بأنه 5 طائرات حملت مقاتلين من سوريا والعراق إلى مطار صنعاء. هذا كله تحت سمع وبصر الجميع، من سمح لهم بالدخول، من كيف جاءت، من الناقل. هذه أسئلة كلها تحتاج إلى إجابات ليس فيها مواربة. من الذي يتسبب في إطالة أمد الحرب؟ أليس الأمم المتحدة؟ هل هناك طائرات تدخل إلى صنعاء، إلى مطار صنعاء، غير طائرات الأمم المتحدة؟ هو دعني أكون واضحا معك، الأمم المتحدة هي مؤسسة لديها هيئات ومنظمات عديدة تابعة لها. مشكلة الأمم المتحدة أنها ليست مؤسسة تدار بقلب واحد، هناك فاعلين دوليين كثر داخل هذه المنظمات. على سبيل المثال هناك دول تبرع في إدارة مجلس الأمن والتحكم بقرارات مجلس الأمن، هناك دول أخرى تبرع بالتحكم بقرارات مجلس حقوق الإنسان، هناك دول أخرى تبرع في التحكم بمكتب تنسيق المساعدة الإنسانية وإلى آخره. مشكلة الأمم المتحدة أن هناك أحيانا يصل إلى حد التضاد والتناقض بين مؤسساتها المختلفة، على الرغم أنه كان يفترض أن الأمم المتحدة تدير الملف اليمني والأزمة اليمنية بوفق رؤية ومنهجية واحدة. صحيح. ما حدث أنه على سبيل المثال يتحدث أنه هذا التقرير الإنمائي أنه كان يجب دعم المؤسسات الخدمية على التعافي. خطة الاستجابة الإنسانية 37 مليار قدمت لليمن منذ العام 2014 حتى هذه اللحظة لا تركز على المساعدة الإنمائية، تركز فقط على المساعدة الطوارئ. وصلت إلى حد نتيجة أنها تسلم الحوثيين. نعم. النقطة الجوهرية تسعى على ذلك، حتى المبعوثين الأمميين كل واحد يأتي ويبدأ من جديد ويبدأ وكأن لا علاقة له بمن سبقه من المبعوثين، وكأنه عمل فردي ليس عمل مؤسسي. بالضبط. وكان هناك اتجاهين في العالم، اتجاهين على سبيل المثال كان هناك بعض المنظرين يرى بأن المساعدات الإنسانية يجب أن تقوم، والمساعدة الإنمائية للدول يجب أن تقوم على مبدأ حقوق الإنسان. وهناك أيضا اتجاه سياسي آخر كان ينظر بأنه يجب أن ترتبط هذه المساعدات بتخفيف الضرر على المواطنين. في اليمن اعتمدت الأمم المتحدة استراتيجية تخفيف الضرر، تخفيف الضرر فقط. وبالتالي اسمح لي هنا مداخلة من داخل على التليفون، همدان العلي صحفي المتخصص في الشؤون المجتمعية. أهلا بك همدان. اهلا بك اخي العزيز، انت وضيفك الكريم. أهلا بك. والمشاهدين جميعا. يعني بين ايدينا تقرير يقول ان لا زال امامنا حتى 2047 سنعاني من الفقر، ان هناك جيل كامل لابد ان ينتهي لكي يبدا وجه جديد لليمن. يعني من الذي يمكن ان يضع هذه الخطه وعلى اي اساس؟ يعني في الحقيقه نحن بحاجه اولا الى ان نعرف كيف يتم وضع مثل هذه الخلاصات وهذه الإحصائيات وهذه التقديرات. يعني هناك يعني إنجاز التعبير شكوك حول دقة مثل هذه التوقعات التي لطالما سمعناها خلال السنوات الماضية، والتي يعتقد البعض بأنها تأتي في سياق خطط يعني للترويج لأنشطة هذه المنظمات بما يساعدها على الحصول على منح ودعم. صحيح أن الوضع الإنساني والمعيشي والاقتصادي سيء للغاية كنتيجة طبيعية للحرب ولسياسة التجويع الممنهجة، لكن أيضا نحن فعلا بحاجة إلى أن نعرف ما مدى دقة مثل هذه الإحصائيات، خاصة ونحن نعرف جيدا بأنه يعني كثير من المنظمات يعني تعمل ليس أو تجعل أو لا تجعل المواطن اليمني والمجتمع اليمني كأولوية بالنسبة. هناك أولويات أخرى وهناك اعتبارات أخرى في التقارير. نعم، نريد أن نفهم. وإنما يعني تتحرك وتصدر مثل هذه التقارير ومثل هذه الإحصائيات بهدف تحقيق غاية خاصة بها. هل يعني إذا صدر يعني التقرير لا ينفي حقيقة وجود معاناة؟ يعني هل إذا صدر التقرير عن الأمم المتحدة فهل ذلك يعني أنه
نزيه، أنه غير قابل للتشكيك؟ الأمم المتحدة هي مؤسسة دولية لها مكانتها، لكن ثبت أنها وسيط غير نزيه أو طرف غير نزيه. يعني دعني أكمل، يعني الأمم المتحدة في النهاية هي مؤسسة دولية لها مكانتها، ويعني تركيبتها وصيغة عملها مسألة معقدة كما أشار الأستاذ وليد قبل قليل، ومتداخلة، ولا نستطيع أن نجزم في كثير من القضايا بشكل مطلق، والمسألة هنا نسبية في كثير من التفاصيل الخاصة بالمنظمات الدولية. لكن يعني أداء المنظمات خلال السنوات الماضية يعني جعل من المشروع ومن المهم إثارة التساؤلات عن مدى دقة هذه الإحصائيات ومدى نزاهة العمليات الإغاثية والإنسانية ومدى تحقيق هذه المنظمات للأهداف أو للإحصائيات أو الإنجازات التي بين الوقت والآخر تصدرها، خاصة واليمنيين يشاهدون عدم مصداقية المنظمات في الأداء السياسي. إذا ما تحدثنا عن الجوانب الإنسانية والإغاثية، هناك يعني أخطاء كثيرة، هناك عدم وجود شفافية، يعني غياب مطلق للشفافية، وهو واحد من أهم المبادئ. نحن نتحدث عن شفافية العمل الإغاثي. نعم. الذي من يراقب أعمال المنظمات الدولية والإغاثية؟ هناك جهات يجب أن تقوم أو المعنية بالرقابة على أداء المنظمات الدولية، أولا الحكومة اليمنية، ثانيا الدول المانحة، ثالثا المجتمع اليمني بمختلف. طيب همدان، دعني أسألك سؤال صريح، هل كانت مثلا الحكومة اليمنية ومن يمثلها في هذا الجانب يعني عند مستوى المسؤولية في التعامل مع هذه التقارير؟ طبعا هناك إشكالية حقيقية تتمثل في غياب تفعيل أو عدم تفعيل دور المؤسسات الحكومية في العاصمة السياسية عدن. هذه الإشكالية هي التي أتاحت الفرصة للمنظمات، يعني في مقابل ذلك تخضع المنظمات بشكل مطلق لسلطة سلطة أمر واقع لا شرعية بناء على أدبيات الأمم المتحدة نفسها، وبالتالي هناك إشكالية جزء منها يعني تعود أسبابها يعني الحكومة التي لأسباب سياسية وعسكرية كثيرة لم تستطع أن تعزز وجود مؤسسات الدولة، لأنه في طبيعة الحال عندما تطلب مكاتب المنظمات بأن تنتقل إلى عدن لتمارس أعمالها بشيء من النزاهة والاستقلالية والحيادية، يعني يقول لك باختصار، يقول لك إذا كنت أنت غير مفعل أدواتك مؤسساتك بشكل كامل، وبالتالي هناك جزء من المسؤولية يقع على منظومة الشرعية بشكل عام، وليس الحكومة فقط التي لم تستطع أن تعزز مؤسسات وجود مؤسسات الدولة نظرا لأسباب سياسية وأمنية ويعني أسباب كثيرة طول شرحها. لكن أيضا يعني ربما أيضا على الدول تداعيات الحرب، التي الدول المانحة التي لا تقوم بدور رقابي فاعل، إضافة إلى المنظمات الأم التي يعني جعلت من العمل الإغاثي والعمل المنظماتي وسيلة لتحقيق غايات لا تنعكس بشكل إيجابي ولا صحيح، ولا تمس بصلة يعني أو لها علاقة أيضا بالواقع اليمني، وإنما أهداف خارجة عن ما يخص اليمنيين بشكل عام. أشكرك جزيل الشكر همدان العلي، الصحفي المتخصص في الشؤون المجتمعية. أنا أصل على صندوق عقدة ناسي، ماني ما وجهنا مريضة داريم بها وكلهم يكون لك شيء بيتك وروحي من أرى مني كده إحنا شو بنزوجي يا جماعة، ما هذا ما أنا شيء ولا ما أنا حتى ناكل زي الناس. احنا اخوانكم المسلمين، الله يفرج ان شاء الله، الله لا غير عليكم الحال. انا حقي شخشبو واشفرشه
وشالي طراحة شد دفواتي وبردو وشالي لافي طباخة شطبخ لك للشاهي. اهلا بكم استاذ وليد. يعني التقرير اغلب الحديث عن انتقال للتنميه، وانت ايضا من يدعمون او يساندون هذا التوجه، لكن كيف ننتقل الى التنميه والحرب لم تنتهي؟ كيف يمكن البناء اذا كان اساس التنميه هو الامن؟ اين سيوجد الامن في ظل استمرار الحرب؟ هذا سؤال مهم ومحوري، لكن قبل ذلك هناك نقطة كنت أود أن أشير إليها. كان هناك اتجاهان كما تحدث لآلية للمساعدة الإنسانية والغيثية ترتبط بالمساعدة الإنسانية أو تخفيف الضرر. الولايات المتحدة أو عفوا الأمم المتحدة اعتمدت في اليمن توزيع المساعدات سواء المائية أو الإغاثية لتخفيف الضرر. أنا حينما أتابع مثلا كباحث على سبيل المثال أو متابع لهذا التقرير أشعر كأنه صادر عن مركز دراسات لا عن صادر عن الأمم المتحدة. المركز الدراسات مستقل، لكن الأمم المتحدة لا يجب أن تكون مستقلة. الأمم المتحدة هي معني بحماية تعزيز حقوق الإنسان في العالم، هي محمية هي معنية بتعزيز السلام. لماذا تتعامل الجهات الدولية مع اليمن وكأنها وكان اليمن صاحبة القرار؟ أليست اليمن اليوم تحت البند السابع وتخضع لإشراف دولي وقرارات دولية؟ لماذا اليوم يعني الجميع يتحدث كمتفرج؟ هناك من يدير الحرب في اليمن، هناك مؤسسات دولية هي تشرف على الحرب في اليمن، وهي التي تقرر كم ستطول هذا الحرب أو تقصر. هم من يجمعون المنح ويصرفونها، يأخذون أكثر من 70% باسم فقراء اليمن. يعني الموضوع أولا ليس بذلك السوء الذي قد ربما صوره التقارير، لكن قد يفهم الكلام. هناك فقر، هناك مجاعة، هناك خوف، هناك أشياء كثيرة، هناك أوبئة، لكن يعني أن ما يروج هو من أجل مصلحة هذه الدول، وهي من تأخذ هذه المنح فقط. أنا أختلف فيما يتعلق بهذا الوضع. أولا يجب أن نفرق ما بين هناك بعض المنظمات الدولية تطالب حينما تصدر بعض التقارير، بعضها يكون انتهاز إلى حد ما من أجل الحصول على تمويل. لكن ما يتعلق بهذا التقرير هو تقرير يندرج ضمن الاحترافية حقيقة ولديه معلومات شبه مؤكدة. ما الذي يمكن مثلا إذا يعني إذا مستوى الفارق فيما يتعلق بالأرقام ليست مهم، إذا مثلا قد أختلف مع التقرير بدقة المعلومة إن كان خسائر الدخل القومي 126 مليار أو 116 مليار. أقصد أنا الرقم ليس مهم، المهم أن هناك أزمة في اليمن، أزمة خطيرة على كافة المستويات. المشكلة أين؟ المشكلة أن الأمم المتحدة تتعامل بحيادية، وهي مؤسسة معنية بالدول وحماية الدول وصيانة أمن الدول وحماية البشر، وبالتالي إبقاء الحوثيين خارج التصنيف الدولي للإرهاب هو لب المشكلة الحقيقية التي نواجهها الآن. الآن لدينا مشكلتين، ولكن المشكلة أصبحت هذه هي المشكلة الملامسة. صحيح الانقلاب على المخرجات الحوار الوطني والشرعية الدستورية هو جذر الأزمة في اليمن، لكن عدم تصنيف وإبقاء الحوثيين خارج التصنيف الدولي للإرهاب هو 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 هو, 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 هو المشكلة الرئيسية. هناك لاعب أكبر من خلف المنظور. اسمح لي أرحب أيضا بعرفات حمران، رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات. أهلا وسهلا بك عرفان. أهلا بك وبضيفك الكبير والأخوة المشاهدين. أهلا بك. قرأت التقرير ويعني هناك فجوة إنسانية تتعلق بالأغذية وخلافه، لكن كيف يمكن معالجة الأمر وسد الفجوة بعيدا عن السيناريوهات المطروحة من قبل المنظمات الدولية؟ طبعا الأزمة الإنسانية في اليمن يعني وصلت إلى المرحلة الرابعة
والذي أقصد بها أنها مرحلة المجاعة، وهذه الأزمة الإنسانية هي معارضها بسيطة، لكن عندما يكون هناك نوايا يعني صادقة من قبل المجتمع الدولي وأيضا المنظمات الأممية وأيضا متابعة حثيثة من قبل الشرعية، نحن موقعين على اتفاقيات مع الأمم المتحدة، اتفاقيات تخص حقوق الإنسان، اتفاقية جنيف من 1 إلى 4، اتفاقية جنيف 4 يعني تحدد لنا حماية المدنيين، وجود ممرات آمنة، وصول المساعدات بشكل بعيد عن أي تحكم أي طرف. لكن المشكلة أنه الأهلية غلط يعني في اليمن، يعني عندما تتخذ ميليشيات يعني الأمم المتحدة صنعاء مركز إنساني، وأيضا تعتمد على دخول المساعدات من مياه الحديدة، وهناك 20 نقطة وضعتها الشرعية من أجل دخول هذه المساعدات. الأصل أن هناك يكون تنسيق واضح مع الشرعية، الشرعية هي الدولة وهي المعنية بهذه الاتفاقيات وهي الطرف الذي موقع الاتفاقيات، ولكن الأمم المتحدة تذهب إلى الميليشيا الحوثية وتترك الشرعية. أيضا يعني من الأسباب يعني عدم وجود مركز إنساني في عدن، في مأرب الذي يوجد فيها أكبر أزمة إنسانية، أيضا الاتفاقيات اللي جاءت سواء اتفاقية الحديدة أو الاتفاقية الأخرى، أو عدم تصنيف حتى الحوثيين كجماعة إرهابية، كلها جاءت لدواعي إنسانية يعني من أجل تحسين الوضع الإنساني، وبالعكس يعني وزاد الوضع سوءا، وبالذات في الحديدة وبالذات أيضا في بقية المناطق. هناك يعني مساعدات بالملايين، هناك ما يقارب 32 مليار وصلت إلى الأمم المتحدة، يعني هذا العام ما يقارب 3.6 مليار، هي ميزانية هذا العام الأمم المتحدة، يعني لا يوجد عندنا مشكلة في الدعم كما تحدث في كثير من بلدان العالم عندما يحدث صراع، مثلا الله يقول هناك مشكلة في الدعم، لكن الدعم موجود، الدعم اللي موجود كان يكفي اليمن وأفريقيا وليس اليمن فقط. هناك مشكلة يعني أن هناك فساد في هذه المنظمات الأممية، استطاعت الحوثيين أن يجروهم إلى هذا المربع وأن يتقاسموا معهم أيضا بعض المساعدات وأيضا بعض المبالغ المالية وأيضا بعض المشاريع الوهمية. يعني كانت ربما أكبر مشهد للفساد هو تحويل المساعدات إلى مبالغ مالية وتسليمها باليد للحوثيين يعني. يعني هذا واحد من الصور. طبعا هذا أتى أستاذ عرفات بقادتك، أتى بعد تصريحات لمسؤول كبير في الأمم المتحدة بأن الحوثيين يسرقون المساعدات. طبعا أيضا مدير منظمة الغذاء العالمي قال أن 60% من المساعدات وصلت للحوثيين. أنا أعطيك أيضا يعني هناك صور أخرى، مثلا في المناطق التي سيطرت الميليشيا الحوثية، السلطة المحلية تعطي كشوفات مختومة بقاعدة بيانات الفقراء والمستحقين، وايضا تقوم بالاخلاءات مع المنظمات الامميه وتختمها بشكل قانوني ومراجع حساباتي قانوني، يعني الوثائق سليمه لكن في الواقع صفر. هذه واحده من المشاهد. مشهد ثاني يعني مثلا هناك مبلغ ما يقارب 358 مليون دولار، هذا المبلغ حدد لمشروع امراض صعده، وعلى اساس انهم يتعارجوا في جامعه العلوم والتكنولوجيا مستشفى جامعه العلوم، وهذا الجامع ايضا اصبح من يعني مستولي عليه الميليشيا الحوثيه، وهناك اتفاقيه ما بين هذا المستشفى وايضا ما بين المنظمات الامميه، يعني ولم يعالج فيه الا قليل من الاطفال وبعض الوجاهات الحوثيه والجرحى، وقسم هذا المبلغ على 157 من قيادات ميليشيا الحوثيه، وصل بعضهم يعني استلم مبالغ نقدا يعني 4 مليون دولار. وقبل ايام تبرع المنسق الانساني للنازحين في مارب ب3 مليون دولار، يعني مبلغ زهيد جدا امام يعني 700 نازح بحاجه الى مساعدات عاجله، وامام 2 مليون و200 الف نازح، ويعني وهو كان وعد من قبل ان يكون هناك مركز انساني عندما زار مارب في ابريل الماضي، ووعد انه لا يمكن حل هذه المشكله في مارب الا بوجود مركز انساني وايضا وجود جسر جوي لوصول المساعدات الى مارب ومنها الى النازحين، والان يعني يتخلى عن هذه الالتزامات ويتبرع الان ب 3 مليون دولار، هذا اذا وصلت
هذا المبلغ، رغم أنه من 20-40% من هذه المبالغ يعني تصرف مصروفات إدارية ومكافآت وأكثر من ذلك. نعم هذا ما يظهر يعني بالواقع. صحيح. هنا المشكلة كبيرة، يعني نحن نعاني مشكلة بالنشئة الحوثية من جهة ومشكلة الفساد المنظمات العمومية من جهة، والوضع الإنساني يزداد سوءا يوما بعد يوم. شكرا جزيلا الشكر عرفات حمران من رئيس منظمة تراست للحقوق والحريات. انتم عايشين نبن الشجر، احنا عايشين مثل الشجر مثل الحيوانات، مش بني ادم احنا، ولا اكل ولا في معانا اي شيء ولا معانا شيء. هذا المطبخ بس ما في شيء، يعني رقعه العيش عندي مهلش مع صوت الفاضي دبه ما قليل من الدقيق. طبعا حالته من خبز يابس من حق الاسبوع عاليه، خبز يابس عاليه. بالله عليك هذا يرضي الحوتي هذا يرضي الحوتي. ها لا 3 ايام من 5 ايام محاصرين، لا نحن وعيالنا ونساءنا واطفالنا مع باقي ما بقى الا نموت، والحوثي بقى على ظهر الدنيا. لا احنا نجري لنا ما قلب بلوي نمشي لنا كا وهن. يلا اخرجوا، يلا خلوا، يلا ايتوها لي ايتوها هنا ايتوها لي. خلاص اترنا نجري احنا ولا نحن عاد. المهم لعب معنا قطره دم امشي بس كذا اتخبط. طيب من اللي ضربكم؟ الحوثي ضربنا احنا الحوثي. نعم يعني صراحة مشاهد صادمة، ربما لا يعرف الكثير ما الذي يجري في اليمن ما بين المعابر، ما يدور أيضا في مخيمات النزوح. شيء محزن جدا أن ينزح الإنسان داخل وطنه وأن يأتيها الظلم ممن هم يفترض أن يكونوا أشفق الناس به. رحب ايضا بالدكتور ايهاب القرشي الباحث في المجال السياسي والانساني. اهلا بك دكتور، ويعني اريد ان اتحدث معك حول سبل انهاء الازمه الانسانيه في اليمن في ظل الوضع الحالي. هل يمكن انهاء الازمه او التخفيف على الاقل من هذه الازمه في ظل وجود هذه الميليشيا واستمرار الحرب؟ اهلا وسهلا بك اخي العزيز وشكرا للاستضافه. والحقيقة السؤال بأن هل ممكن لحل الأزمة، أنا أقول أنه لابد من حل الأزمة، ولأنه وصل العالم إلى اقتناع تام بالوضع المترتب في اليمن والذي يعني أصبح كارثة إنسانية على وجه الكرة الأرضية، وبالتالي لابد من إيجاد الحل وبأسرع وقت ممكن. هذا طبعا يمثل المؤشرات، مجموعة المؤشرات التغير الدولي بنظرتهم للقضية اليمنية، وأيضا التحرك الأمريكي والأممي بشكل فاعل ودقيق وقريب من الأحداث بشكل. هل مسارات التعافي التي تتحدث عنها التقرير كافية لإحلال السلام في اليمن أو إنهاء الأزمة فقط؟ لا بالعكس، مؤشرات التعافي غير موجودة، يعني مؤشرات التعافي اللي يتوقعوها هم في حالة توقف الحرب، وهذا بموجب تقرير اليو ان دي بي وجامعات أمريكية من يونيفرسيتي دنفر اللي قدمت تقرير في 2019 و 2022 وتوقعاتها إلى 2030. ما جاء في التقرير الأخير أو التصريبة الأخيرة عن تقرير الأمم المتحدة كان يشير إلى الأرقام في 21 في عام 21 الجاري اللي باقي لنا شهر منه سينتهي، وبالتالي هم يقولوا الآن بصيغة مختلفة أننا في عام 2030 سنخسر 275 مليار دولار. اليمن ستخسر هذا المبلغ إذا توقفت الحرب، سنستطيع أن نحط من هذه الخسارة وأن نوفر منها 500 مليار دولار بحسب تقريرهم حتى العام 2040. وهذا الأمر مؤشر هام جدا ومؤشر رقمي، لكن للأسف الشديد السياسيين عندنا لا يقرأوا هذه الأرقام ولا هذه التقارير. يعني نحن الآن توقيف الحرب معناته توقيف تجاوز الخسائر اللي موجودة في اليمن والتي ستستمر حتى العام 2050. هذا ما ورد بالتقرير مش من عندي أنا، ولذلك لابد أن نقول بصيغة مختلفة للإخوة السياسيين والعسكريين والمتعاطين مع القضية اليمنية. لم يبقى مجال للفلسفة، لم يبقى مجال
للتباحث السياسي الآن أو العسكري. التباحث الوحيد الآن إنقاذ اليمن بشكل جمعي وليس طرف ضد طرف آخر. يعني الحوثيون رغم كل إشكالياتهم رغم كل جرائمهم هم مجموعة من المجتمع اليمني لابد أن يحتويهم الحل أيا كان شكله، لكن ليس بالطريقة التي يفرضوها هم. وأيضا الجانب الآخر لابد أن يتعاطى مع مشكلتنا مع مشكلة الشعب اليمني بحجمها الحقيقي. عندما يتحدث التقرير عن وفاة 2500 ألف يعني يمني توقعاتهم الآن هم يتحدثون عن 360 ألف في العام 21، يعني منهم أكثر من النصف أطفال ما دون الخامسة. هذه أرقام مفجعة بالنسبة للعالم. يعني من ما يعني بالحرب العالمية الثانية أو في المجاعات التي أصابت أوروبا والأوبئة والطاعون، يعني نحن الآن نشارف على التساوي بهذه الأرقام. يعني مشكلة كبيرة لابد للعالم أن يكون في مسؤوليته تجاه الشعب اليمني. نحن تحت البند السابع ونحن الآن التعاطي مع القضية اليمنية أصبحت تديرها الدول الرباعية المفوضة من مجلس الأمن الدولي، وبالتالي هم يقرؤون التقارير هذه بعناية وبقرب كبير. هذا عندما نتحدث عن تقرير كهذا يتحدث عن التوقعات من 2019 ونحن كنا في 2018 وجدت هذه الأرقام وتحققت، وكنا الآن نتعاطى مع الأرقام بتوقعاتهم في 2022 وها نحن نكمل العام 21 بهذه الأرقام المخيفة. معنى ذلك أن توقعاتهم في العام 2030 أو 2040 أو 2050 يعني ستكون حتمية. الأمر الآخر التراجع في مستوى أو في معدل التنمية البشرية في اليمن رجع نحن حتى العام هذا إلى عام 1990، يعني نحن نتحدث الآن عن أكثر من 30 سنة من الماضي، يعني رجعنا للماضي وهناك 50 سنة للأمام. يعني نتحدث عن قرن كامل سيعيش اليمنيين بهذا الوضع وبهذه الكارثة. يعني مليارات مئات المليارات اللي الآن ستخسر واللي في المستقبل سيخسرها الشعب اليمني، من سيدفع ثمنها؟ أرواح الناس فقط. شكرا جزيلا الشكر دكتور إيهاب القرشي الباحث في المجال السياسي والإنساني. عدرك أستاذ وليد، وربما هناك تساؤلات كثيرة طرحها الدكتور، ولكن أنا يهمني في هذا السياق ونحن نستعرض تقرير جديد مضاف إلى سلسلة من التقارير إلى مكتبة متكاملة من التقارير، يعني ما الذي بني على التقارير السابقة أو ما الذي يعني خرجنا مثلا من توصيات التقارير السابقة وتم تنفيذه؟ هذا التقرير هو لوس يعني هو تقرير نوعي حقيقة، وهو لا يوجه أحد ولكنه يقدم تحليل لسياق نزاع معين. هل هذا هو دور الأمم المتحدة؟ نعم، مهم من جزء من مهمة المشروع الإنمائي أن يصدر مثل هذه التقارير. هذه التقارير المشكلة أنها أقصد أنا هل هذه التقارير يفترض أن تحال إلى جهات تنفيذية؟ لا، كل دولة لديها سيادتها وطريقتها في إدارة البلد الذي فيه، ولكن أنا أتحدث أن هذه التقارير مهمة جدا. لماذا؟ لأن المستثمرين، الشركات الكبرى، البنك الدولي، قدرتك أنت كحكومة على سبيل المثال استخدام قروض، إجراء معاملات مع الدول أخرى، حتى شراء صفقات أسلحة إلى آخره، يعتمد على واقعك الاقتصادي. وبالتالي الدول حينما تريد أن تحلل واقع دولة أخرى لتجري معها تبادل تجاري أو تبادل اقتصادي يعتمدوا على مثل هذه التقارير. وبالتالي ملخص هذا التقرير بشكل أو بآخر هي جملة واحدة: لطالما استمر الانقلاب ستستمر الحرب، ولطالما استمر الانقلاب والحرب لا يوجد هناك أي أمل لليمنيين لا في الجانب التنموي ولا في الجانب الاقتصادي. أعطيني مؤشر التفاؤل ونحن في الدقيقة الأخيرة. مؤشر التفاؤل هو يجب أن يهزم الحوثيين، لا هذا هو المدخل حقيقة. إذا استمر الحوثيين كجماعة عنصرية إرهابية تمارس كل أنواع الحرب، ألا تعتقد أستاذ وليد أن هناك من يساهم في إطالة أمد الحرب من داخل صف الشرعية لاعتبارات الاستفادة لاعتبارات معينة؟
الموضوع لم يعد بتلك الـ 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 يعني الناس لم يعدوا بذلك الغباء او بتلك السذاجه، بحيث انه تمر 7 سنوات من الحرب كنا هنا واصبحنا، يعني افترض ان الحوثي بعد سنوات من الحرب ان يكون اضعف، هناك من يقدمه اليوم على انه اقوى، وعندما تنشط جبهه واحده يظهر بانه في اضعف حالاته، ما الذي يجري؟ في الحقيقه فيما يتعلق بان هناك مسببات لاستمرار الحرب، بالطبع اكيد المساعدة الإنسانية أحد أسباب استمرار الحرب على سبيل المثال، لأنها تقوي الحوثي. ممول رئيسي لجبهات الحوثي. بالضبط. عديد من الدول التي ترفض تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، على الرغم أن التصنيفات الآن تتوالى على حركة حماس على سبيل المثال وحزب الله، لأنهم بالقرب من إسرائيل فقط يتم تصنيفهم كجماعة إرهابية، بينما الحوثيين يقتلون اليمنيين طولا وعرضا ويتم التعامل معهم كأنهم جماعة ليبرالية. هذا يطيل الحرب. ما يتعلق بالخسائر بالفعل موجعة وكارثية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ربما يندرج هذا تحت الفشل. أنا أعتقد أن هناك مؤامرة، سأقول أن هناك مؤامرة لإطالة أمد الحرب، وهناك مستفيدون، وهناك عملية تخادم بين الحوثيين وأطراف أخرى أيضا داخل الشرعية. هناك الكثير من الصراعات حقيقة داخل الصف الجمهوري يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار. هناك الكثير من الأسوار الوطنية التي تطالب في الوقت الراهن بلملمة وتوحيد الصف الجمهوري وتوجيه السلاح نحو الحوثيين فقط، نتمنى وحتى الانتصار. هذه الأصوات هي التي يجب أن تسود في الوقت الراهن. الحوثيين بالفعل في وضع قوي في هذه المرحلة، ويحتاج من كل القوى تكاتف لمواجهة صراحة واجبة في هذه المرحلة والمكاشفة، لأنه لم يعد هناك من مجال لإطالة أمد الحرب وإطالة معاناة الناس مع هذا الوضع المشين الذي صراحة يشعر الإنسان أمامه بالخجل، أن بلده يتعرض لكل هذه الأنواع من الانتهاكات ولكل هذه المعاناة فيما هو واجب لا حراك ولا صوت، على الأقل صوت الحق. شكرك جزيل الشكر وليد الأمارة، ناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان، كنت ضيفا عزيزا في هذا اللقاء. شكر موصول لكم أيضا مشاهدي الكرام، إلى اللقاء.